النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وإن أعظم العبادات العملية الصلاة، فأعظم أمرنا الصلاة، هي الصلة بين العبد وربه، هي الحد الفاصل بين المؤمنين والكافرين. هذه الصلاة هي أعظم الدين بعد التوحيد، هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد. أول يا أخي، فلا يجوز لك التفريط في الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجوز لك أن تفرط فيها وأن تؤخرها عن وقتها، ولا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، أنت مسلم. قد ذكرت الصلاة يوما عند نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. أي أنه إن لم يحافظ على الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. الله جل وعلا قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي الركن الثاني من أركان الإسلام. بعد أن تموت ستسأل بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وأول ما تسأل عنه من أعمالك الصلاة، فإن حفظتها فكنت لما سواها أحفظ، وإن ضيعتها كنت لما سواها أضيع. ف